فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم، نواصل نحكي على المسابقات الافريقيه. ممثلنا النجم السياح اللي يلعب اليوم مقابلته الخامسه ضد نادي ساليتاس البوركينابي، باش نحكي اكثر تفاصيل الفنيه على المقابله هذه مع اللاعب الدولي السابق النجم السياح سيف غزيل المدرب الحالي. اكيد معنا بالتليفون سيف. سيف اهلا بك. مرحبا بك اسلام، مرحبا بكل المستمعين. شنو احوالك خويا؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله لاباس. الحمد لله. دونك سيف، ماتش مهم لنجم السياح لليوم ضمن الجوله الثانيه من مجموعات كاس الكاف، كيف تشوف الماتش سيف؟ مقابله مهمه كما قلت انت، خاصه تنقل زاد الفريق مازال نعرفوه حتى النشأة نتاعو، مازال جديد حتى في المسابقات الافريقيه، عنده طموح كونه باش يظهر الامكانيات نتاعو، لكن الاكسبيرونس نتاع لعيبه النجم يلزمها اليوم تكون موجوده. النجم باش يحاول يحافظ على المرتبه الاولى، مقابله مش صعيبه ومش سهله، ديناميك دو فيكتوار تو النجم الرياضي الساحلي في حتى الكورب نتاعو عاليه، معنويا الملاعبيه حاضرين، ممكن باش يصير الحاجه الوحيده اللي ممكن باش تقلق النجم الرياضي الساحلي ممكن التغيير على مستوى الدفاع ممكن يقلق شويه، سينو الفريق 90% اللي لعب المواجهه الاخرانيه ضد الترجي الرياضي هو اللي باش يكون يعني موجود في المقابله هذه. حسب باهي، خلينا نعطيو التشكيل المحتمل للنجم الساحلي قبل الاعلان الرسمي عليها. بلبولي، كشريده، بن ونيس، النوالي، صدام بن عزيزه، محمد الحاج محمود، جاكم بي، فرج القيرماني، حمزه الاحمر، ايهاب المساكني، وايمن الصفيقس. تقريبا هذم 11 سيف، المعلومات اللي جايه من بوركينا فاسو تقول هذم 11 بتاع النجم. ممكن بون التغيير اللي ممكن عندي معلومات عليه كونه صدام مش يكون في بلاصه بن عيادي اللي ماهوش مازال ماهوش مؤهل. اي صدام هذا ايش قلت؟ يعني صدام اي. اي ممكن ايهاب المساكني زاد مازال ماهوش في السير، نتصور المدرب ممكن يبدا بكوليبالي وايهاب اون كور دو جو يعني يدخل من بعد في الاخر تقعد اختيار نتاع مدرب حسب الجاهزيه نتاع ايهاب، زاد ما ننساوش اللي ايهاب راجع من البلوسيور، المقابله الاخرين ما كانش موجود. حتى الاسعد ما نتصورش باش يبعد برشا على التشكيله نتاع المقابله الاخرانيه، حتى اذا كان باش يصير تغيير باش يصير تغيير جوست لاسباب يعني كما قلت لك، اذا كان ملاعب ماهوش مؤهل والا لاصابه لا اكثر لا اقل. ما ننساوش اللي هاب كما قلت لك بعيد شوي على المقابلات، حتى اذا كان بعد اسبوع لاسبوعين زاد عنده تاثير، ما ننساوش اللي اللعبه زاد في الاكستيريور يعني يلزمها ملاعب يكون حاضر بدنيا باش يعاون اصحابه خاصه في الريبلي. نتصور اذا كان مش يلعب بهاب المساكني والسفيقس، نتصور اللي السفيقس مش يكون هو المهاجم صريح والمساكني يكون يعني متوسط ميدان اللي باش يشد الكره اكثر باش توصل للهجوم وكذا. باهي سيف، الشواء نتاع النجم يمشي مشى البارح تقريبا في وقت متاخر، مشى مش متعودين فريق يمشي قبل بالنهار، معناها شنو رايك في الشواء هذا نتاع الاداره نتاع الفريق؟ شوف هو راهو اذا كان باش تمشي راهو يا تمشي قبل بثلاث ايام ولا تمشي قبل حتى 48 ساعه. نتصور النجم الذي الساحلي واخذ الاحتياطات الكل، سمعت اللي فما احتياطات اتخذت الكل، كل شيء كان مجهز كما يلزم، الفول كان على احسن ما يرام، حتى الوصول الملاعبيه كان كل شيء بريسك جاهز. ما نتصورش اللي مش يكون فما تاثير، لانه حتى الملاعبيه اثناء ماهوش اول تنقل لهم للافريك، نفس الملاعبيه ما فماش تغيير كبير برشا في الملاعبيه، ما فماش علاش، ما نتصورش كان مش يقلق برشا، لانه حتى الفول سمعت الاخبار ما كانش يتعب برشا، جوست مش تكون خدمه شويه مع المعد البدني ومع الطاقم الطبي، يعني ما فماش حاجه اللي مش تقلق برشا الاطار الفني، ليفيكتيف بريسكو كومبلي، جوست حتى الغيابات انا قلت لك لاسباب يعني تاهيليه مش يكون لاعب وحيد اللي هو بن عيادك. سيف، حسينا كل فما روح جديده في النجم الساحلي من اللي جاي الاسعد تقريبا باستثناء الفوبا اللي تعمل مع السي اس اس، النتائج ايجابيه وتحسنت برشا، فما بصمه نتاع مدرب ولا شنو تبدل بالضبط في النجم؟
شوف الحاجة البي كانوا أول حاجة لسعد دريدي تعدى يعني بفترات خلينا ما نقولوش حتى البرساج متاعه سواء في الملعب التونسي ولا في أي فريق آخر مش يعني ما كسبش منه تجربة، لكن الباساج نتاعه في النادي الريفي سفيغس والنادي الافريقي خاصة النادي الافريقي يعني النادي الافريقي كان يعني ليميتي بالافكتيف وحاول يتعامل معه، وتعرف انت الاشكاليات الكبيرة اللي صايرة في النادي الافريقي. توا جا النجم الساحلي الافكتيف حسب رأيي كان ممتاز. كنت متوقع كونه الأسعد ريدي كملاعب قديم كإكسبرينس تعدى حتى كمدرب إذا كان يعرف يوظف جوس الملاعبية في أوقات معينة ينجم يمشي بيه لبعيد. ما تنسي زادة حتى الأمور الذهنية التشكور متاع المدرب مع الملاعب يراه يبدل برشا حاجات وبعد كي تتبع الريزلتات زادة هذيك عندها أهمية كبيرة برشا كي تدخل في الديناميك دو فيكتوار يعني الريزلتات تبع الخدمة راهو تسهل مأمورية برشا المدرب. بون الفوطة اللي عملتها النجم الساحلي عملتها ضد فريق كبير اللي هو النادي الريفي السفيغسي يعني عادية ماهوش النجم الساحلي ماهوش يربح مقابلة الكل والحاجة الباهية كونه حتى بعد الخسارة هذيك الأسعد الدريدي عرف كيفاش يتعامل مع المجموعة. الفوز على الاسبيرونس نجم يهزم معنوياته بطبيعة يقعد مقابلة متاع كلاسيكو مقابلة كانت مهمة المعنويات الملاعبية كما تشوف أنا الأسعد بالرغم الإصابات اللي صاروا ممكن لأكثريتهم معناها الفيروس كورونا هو اللي قلقوا شوية، لكن مع ذاك بالرغم ذاك الكل عرف كيفاش يتعامل مع المجموعة وظف فما ملاعبية وظفهم أحسن توظيف حتى في اللي بوست متاعه حتى كي غيرهم ما غيرهمش عشوائيا كان فما معناه واضح اللي كان فما ديشكور ما بين مدرب ملاعبي حتى إذا كان تغيير وحتى الملاعبية اللي مشاركوش وين يدخلهم اون كور دو جو ولا يقوم باستغلالهم في بوست معين ظهر فما ديشكور ما نجموش نقولوا راهو كل شيء بارفي، لكن فما حاجة متاع مدرب اللي قاعد يخدم عليها فما روح أول حاجة هذه مهمة برشا ولات في الفريق فما روح فما أنت ديجا حتى كي تسجيل الهدف وتشوف الفرحة هذيك راهو مش متاع من فراغ الجروب كامل كونسرني بالنتيجة الجروب كامل كونسرني بالماتش هذه مهم برشا الدشكور متاع المدرب. شنو توقعاتك سايف في الماتش؟ مقابلة كما قلت لك ماهيش سهلة ماهيش صعيبة نتهنيو على الإتوال الفريق هذا حس مريت معناه يقلق شوية لكن مقابلة متاع اكسبيرينس الحقيقة حسب رأيي مقابلة متاع اكسبيرينس اي سكور اعطيني خويا سكور ما يتسرعش ما يدخلش مقابلة معناها يعرف كيفاش يتعامل مع المقابلة في اللي مومو فورم المومو اللي تعدى فيها بصعوبات حسب رأي النجم الذي الساحلي نجم يروح بثلاثة نقاط إن شاء الله وعندي ثقة للنجم الذي الساحلي وخاصة في المدرب لأنه حسب رأي الأسعد حتى في التغييرات بتاعه في المقابلات صحيح مقابلة النادي الذي سفيغس اللي الناس كل تحكي عليها صحيح ما مشيتش، لكن شفنا النجم الذي الساحلي حتى التغييرات تكون في بلاصتها. واضح يعطيك الصحة، شكرا لك سيف غزير على كل التفاصيل الفنية اللي مددنا بها وبالتوفيق إن شاء الله للنجم الساحلي وأيضا للسياسيس في مقابلة اليوم. قبل ما نختم أعطيكم النتائج الآنية جولة 19 للبطولة المتلاوي 72 دقيقة لاعب متعادل مع الكلوي بدون أهداف، السيابية متقدم في 71 دقيقة لاعب على اتحاد طاوين 2 بلاش، سليمان متعادل في 67 دقيقة لاعب مع أولمبي البيجي دون أهداف، اتحاد بن قفدان متقدم 2 بلاش قدام رجيش في 67 دقيقة لاعب، والأربعة تبدأ مقابلة لو اسمو وستاد. هكا نكملوا فاير بلاي اليوم، شكرا لمن بالنصر في الإخراج، أيضا تقوى المديوني في الإخراج الرقمي، أجمل تحيات إسلام.